برحب بحضراتكم من جديد مكملين كلامنا في سوبر تايم مع احمد حسن استاكوزا. استاكوزا، منتخب مصر من وجهه نظرك المدرب الاصلح لقياده منتخب مصر الفتره اللي جايه مين؟ طبعا اكيد مش مدرب اجنبي، احنا لا خلاص مصري. مين بقى؟ انا بالنسبه لي مثلا ممكن اميل اكتر للكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري وكابتن حسام حسن، عندك فيهم يعني عندك ممكن تحفظ على حاجة ولا بالنسبة لك التلاتة كابتن حسن شحاتة كابتن حسام البدري كابتن حسام حسن التلاتة يصلحوا؟ التلاتة طبعا يصلحوا طبعا، والتلاتة فنيا كل مدرب فيهم عنده ميزة خاصة بيه، ولكن أنا بتكلم السابق أعمال نجحت مع منتخب مصر كابتن حسن شحاتة. الجيل ده رأيك في إيه؟ جيل العيبة اللي في المنتخب ده؟ الجيل برأيي في اللي هو اللي علاقة بالأداء يعني كلعيبه ككواليتي لعيبه، يعني البعض بيقول انه مثلا الجيل 2006 و8 و10 لا يقارن، ودي حقيقه الحقيقه لا يقارن بالجيل الحالي. لكن بالزبط. هل انت كلعيب كوره بتبقى برضه ليك نظره مختلفه عن الجمهور؟ انت لعبت كوره ونزلت وشفت الملعب، اللعيبه اللي موجوده دلوقتي القوام الاساسي منتخب مصر قوام قوي ابني عليه ولا لا مش كله يعني في 3 4 اسامي وخلاص على كده؟ هو طبعا المنتخب دلوقتي ما فيهوش حد اساسا ثابت بقاله كتير في الفريق بتاعه، يعني في النادي الاهلي كان عندنا اللي كان بيلعبوا في منتخب مصر كان قوام يعني كان عندنا عصام الحضري. عصام الحضري شايل سيزون كتير النادي الاهلي في افريقيا في دوري تريكا، بركات، عماد، كان في لعيبه كتير تقيله. دلوقتي الدوري انت يعني لسه كابتن بتسالني بتقول لي مين ابرز، فالدوري ما فيهوش دي، ممكن يكون ده نتاج دوري في مشاكل كتير، في مؤجلات كتير، في ارقام خياليه، في صفقات ليها علاقه ب انا هلحق الاول ففي مغالاه شويه، لكن مش شرط ان انا اكون محتاجها، انا ممكن بس عايز الحقها وخلاص، عايز اعمل فرقعه. دلوقتي بقى ثبات مجلس الاداره او تاكيد رئيس النادي او ان انا شغال او انا قايم بدوري اجيب، مش لازم اكون انا محتاج المركز قد ما انا شايف ان كل الدنيا بتتكلم على اللاعب دوت، فانا هعمل الفرقعه دي فانا هسبق وهاخد اللاعب دوت. كل الكلام دوت مع الوكلاء مودينا في حته مش الاصلح اللي بيتحط في المكان المناسب. الوقت دلوقتي بقى اللي بيحصل حواليه فرقعه جامده قوي هو اللي مطلوب مش اللي بيأدي. فبالتالي انت لما بيجي في المنتخب الاختيارات هاخد اللي بيفرقع ولا اللي بيأدي؟ لا اللي بيأدي طبعا. جميل قوي. اللي بيأدي ما بيلعبش، اللي بيفرقع اللي بيلعب. يعني اللعيب اللي بيفرقع هو اللي بيلعب. ولازم لازم يكون في اتفاق او الناس كلها مجمعه على اللعيب اللي هيروح. طب انت وجهه نظرك كمدير فني، مدير فني دايما بيبقى جاي بعيد، دايما الجهاز المعاون هو اللي بيساعد اي مدير فني اجنبي جاي. او القصه يعني اكيد صح. طبعا اي مدرب اجنبي جاي لازم الجهاز المعاون اللي هو لامس الاجواء حواليه، لازم يبقى الجهاز المعاون قوي علشان يوصل له معاني كتيره، ما يبقاش خايف على المكان فيسكت او يلاقي حاجه غلط فما يقدرش يعلق عليها. هو بيكلمه في الحاجات اللي هي انا هكون معاك صريح يا كابتن، يعني انا النهارده بجيب جهاز فني، بجيب مدرب اجنبي، بجيب مدرب اجنبي ليه؟ عشان يبقى بعيد عن اي مؤثرات خارجيه صح. او ان هو يتضغط او يتاثر او حته ان انا دي ليها علاقه بان انا هستقر او مش هستقر. جميل قوي. طب لما انت بتجيب جهاز معاون بيفكر نفس التفكير، عايز يستمر وعايز يرضي الناس، وهو بيبقى العامل المؤثر الاساسي على المدير الفني دوت، فبنلاقي ان نفس السيناريو بيتكرر معاه هو. يبقى انا دلوقتي ان انا اجيب مدرب اجنبي ملوش علاقه خالص، لان الجهاز المعاون هو اللي هيفرض في الاخر اسلوبه وهيفهمه ان ده الافضل، ان ده الاحسن، ان صوت الناس عايزين ده. فبالتالي بيطبق نفس سياسه المدرب اللي للمصري.